بسم الله الرحمن الرحيم. المدود في كتاب الله عز وجل. نحن نعلم كلنا طبعا أغلبكم ما شاء الله دارسين ومجب الأساتذة ما شاء الله، كلنا نعلم أن هناك ثلاثة أحرف في اللغة العربية سماها علماؤنا حروف المد واللين. حروف ماذا؟ المد واللين، هي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها. أعيد، الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. أما الألف فسبق أن قلنا إنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه الثلاثة ما اسمها عند علمائنا؟ حروف المد واللين. وهناك حرفان آخران اسمهما حرف اللين، حرف اللين، هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، المفتوح ما قبلهما. أما سبب تسمية حروف المد واللين بأنها حروف مد، فلأن لها قابلية المد اللي هو التطويل المط، لها هذه القابلية فسميت حروف المد. وأما سبب تسميتها حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين من غير كلفة على اللسان. لما منقول أق أط هذه كلفة على اللسان، لكن لما نقول سوء أعمالهم، سوء يعني أدنى عمل، أدنى عمل بس زم شفايفك شوي انتهى الموضوع، سوء وجاء بس افتح تمك شوي تطلع الألف لحالها، صح؟ كذلك الياء وجي. فسميت حروف المد لأن لها قابلية المط، سميت حروف اللين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان. وما قيل عن حروف المد يقال أيضا عن حرفي اللين. على فكرة يا أخواني، حرف اللين بدايتهما فتحة، أليس كذلك؟ طيب، بعد ما تتجاوز الفتحة الصوت مع حروف المد واحد. يعني أنا لما أقول تعملون، سمعانين صوت الواو؟ تعملوا. طب لما أقول خوف، تعملوا، نفس الصوت ولا مو نفس الصوت؟ الفرق بينهم أن الواو المادية قبلها حركة من جنسها، وأن الواو اللينية قبلها حركة من إيه؟ من غير جنسها. وما قيل عن الواو يقال عن الياء، فالياء المادية واللينية واحدة، الفرق بينهم الحركة التي قبلهما، وإلا صوت بيت مثل نستعين نفس الصوت. وضح؟ سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت قراءته مدى، كان ينبذه حرفا حرفا. ونفس الكلام روي عن سيدنا أنس بن مالك، أن لأن العرب وخاصة أهل البادية من عادتهم يخطفون الكلام، بيتكلموا بسرعة. إلى الآن ما شاء الله أهل البادية لما بيتكلموا يعني بدك تركز حتى ما يفوتك شيء من الكلام، يعني فيهم طبع الكلام بالسرعة. فمن جملة ذلك خطف حروف المد، بيقول لك بالله من الله، بالله من الله، ما بيقول لك بالله من الله. فنبهت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كانت قراءته مدة، يعني كان يمد المدود بسم الله الرحمن الرحمن إياك، ما يخطفها خطف. هذا المد، المد اللي نحن بنسميه الطبيعي. ومن جملة النصوص المروية، نسيت الآن عن مين، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لها طلع نضيد فقال فمد صوته فيها. في حدا بيتذكر اسم الصحابي الذي روى لها طلع نضيد؟ في البخاري وفي مسلم، لها طلع نضيد فقال مد صوته فيها، يعني بكلمة نضيد. هذا دليل على العادة بالسكون، هذا شايفين. كذلك سيدنا عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه لما كان يقرأ في الكوفة قرأ عليه رجل فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. في الكتب يقولوا مرسلة، مرسلة يعني غير مطولة المد. طبعا بزمن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان القواعد قعدت، تبهنا كيف؟ لكن سيدنا بن مسعود شعر بأن القراءة فيها خلل فقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها، مد إيش؟ كلمة الفقراء. وهذا الحديث نص في المد المتصل، شايفين أخواني؟ لذلك المد المتصل ما حدا من القراء روي عنه قصره أبدا أبدا، ما في قراءة لا صحيحة ولا غير صحيحة فيها قصر المتصل. القراء مطبقون كلهم على إيه؟ على تطويل المتصل عن حده الطبيعي ولو درجة واحدة، يعني أقل ما روي فيه ثلاث حركات، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بحسب القارئ اللي روي عنه، لكن ما في حدا أبدا قصر المتصل. واضح؟ كذلك الأمر بالنسبة للمد اللازم، ما حدا أبدا روى قصر اللازم، قد يكون في بعض العصور الماضية اختلفوا في مقداره إلى أن استقر الأمر على أنه بمقدار الطول اللي هو ست حركة. قد يكون في الماضي كان في شوية خلاف، بعض المشايخ يقولوا لا المهموز أطول، لا حتى الله يرحمه أبو مزاحم الخاقاني قال والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، يعني هو عم يشوف أنه اللازم أقصر من مين، لكن هذا ما وصلنا وليس عليه الجمهور. انتبهنا كيف؟ اللي عليه الجمهور واللي بعد منها ثبت مثل ما بيقولوا العلماء عليه العمل، يعني عليه العمل أن المتصل عفواً أن اللازم كم؟ ست حركات وهو أطول مدود، وهذا ما صار إجماع بأي قراءة كنت تقرأ، بأي قراءة كنت تقرأ فاللازم ست حركات. اللازم ما هو؟ طبعاً كلكم أساتذة معروف اللازم هو عبارة عن حرف مد وشوفي بعده حرف ساكن سكون أصلي، تبعنا كيف؟ هذا اللازم. مين مد تشبيهاً باللازم؟ العارض للسكون. بدي تنتبهوا شو عم بحكي، ها؟ العارض للسكون مدة تشبيها له باللازم، مو معناته العلماء اخترعوا ذلك، لا، لكن تعليله. ما قلت لكم اليوم في جلسة سابقة نفرق بين المروي وبين ايه؟ تعليل المروي. العارض للسكون روي لنا نستعين، وروي لنا نستعين، وروي لنا نستعين. طيب يلي مدوه طولوه شو الحكمة؟ يعني عرفت شو معنات التعليل؟ يعني شو الفلسفة تبعه؟ قال العلماء حملا له على اللازم، أليس اللازم حرف مد بعده حرف ساكن؟ وهنا العارض للسكون حرف مد بعده حرف ساكن، الفرق بينهم أنه هداك ساكن أصلي يعني وسطا ووقفا، وهذا ساكن عارض يعني وقفا فقط، هذا الفرق الوحيد، وإلا نطق تعملون مثل أتحاجوني نفس النطق، عرفتوا كيف؟ فمن مد العارض السكون ست حركات شبهه بمن؟ باللازم. طيب من قصره يعني كأنه ما جاء شيء، عمله طبعا خلاه طبيعي، معناته كأنه خلينا نقول بعبارة العلماء لم يعتد بالسكون العارض، لم يعتد، عرفت شو معنى لم يعتد به؟ يعني ان اجى وان ما اجى مثل بعضها، يعني تعملون وصلا او وقفا نفس الشيء، انتبهنا كيف؟ هذا حجة مين؟ من قصر. وحجة من وسط انه لم ينكر اثر السكون العارض كالذين قصروا
ولم يعامل السكون للعارض معاملة السكون الأصلي، فلم ينكر ولم يعامل، خلى درجة، خلى العارض أقل من السكون الأصلي بدرجة، فأعطاه مرتبة إيه؟ التوسط. وضح إخواني؟